اهلا بيكم متابعين منصه ابو كبير ميديا. بتابع مع حضراتكم من محافظه الاسماعيليه. زي ما حضراتكم شايفين، ملجا للقطط والكلاب. يمكن لاول مره حد من الاهالي بيخصص مكان او وهب بيته لتربيه الكلاب والقطط في الاسماعيليه. يمكن زي ما حضراتكم شايفين اكتر من 120 كلب وقطه في المكان. هذا المكان يعني مخصص ليهم لتربيتهم وعلاجهم. ايضا الاستاذ هاني وهب بيته للموضوع ده. هو شايف ان هو يعني بيعمل الخير في هذه الحيوانات، بيلمها من الشارع او اي حيوان مصاب في الشارع بيتم يعني وجوده في المكان على الفور، بياخده للمكان وبيتم ايضا المعالجه والتربيه الصح للحيوانات. يمكن زي ما حضراتكم شايفين هو يعني في حوالي اكتر من 120 كلب وقطه داخل المنزل بيتم تربيتهم. ايضا الاستاذ هاني بيصدر بره مصر من هذه الحيوانات والقطط. هيكون معانا دلوقتي وهنتعرف اكتر على الموضوع دوت والفكره جات له ازاي لتربيه هذه الحيوانات داخل منزل. استاذ هاني ازيك؟ عامل ايه يا ريس؟ الناس مستغربه الموضوع. طبيعي، هو فكره غريبه وجديده شويه. بس هي في الاخر فكره انسانيه احنا بنعملها عشان خاطر يعني لما بنلاقي حيوان مصاب او عربيه خطاء او مريض في الشارع احنا بناخده نعالجه ببساطه. يعني احنا مش بنعمل حاجه شاذه. يعني احنا بنلاقي روح في الشارع محتاجه مساعده في الشارع من غير ام، الكلبه بترضعهم وتحضنهم وتامنهم وتحسسهم بالامان. يعني انا عندي هنا حكايات بتحصل هنا في المكان ما بينهم. يعني لا والله طبعا مؤلفين على بعض، مؤلفين على بعض. بتاخد دروس الحيوانات فعلا، والله مستغربه مني. مش عشان انا بحب الحيوانات، بالنسبه للكلاب بالذات الصغيره دي في وقت معين بتسافر تروح مؤسسات في القاهره بتقضي حياتها هناك. يعني انت قلت لي ان انت بتفكر في حاجات بتروح بره مصر. طبعا في حيوانات، بس تعال في حيوانات طبعا بتسافر بره، في متبنيين اجانب بيطلبوا ياخدوا مننا حلقات بيكلموك بيشترطوش طبعا انواع الغاليه والانواع المميزه والكلام ده مش في دماغهم خالص. قلت لي بياخدوا بلدي، بيختاروا حاله كده بتلمس مشاعرهم، يقول لك انا عايز الحاله دي. قطه مثلا اترمت او قطه في المكان. الفكره عموما يعني بالنسبه لنا هي جت من هنا، ان احنا لما كنا بنلاقي حيوان في الشارع مخنوق او زي دوت مثلا، احنا لاقيينه بقالنا اسبوعين كان قد كده، حد واخده من امه ورميه، النتيجه انه بيموت، بتدوس عليه عربيه ويموت. يعني بالظبط، احنا بنجيبه لحد فتره معينه. الناس بتسال مفيش مكان طوارئ مخصص للحيوانات لحاجات زي كده ولا في؟ بس ما بيهتموش برضه فين؟ مفيش مكان في الاسماعيليه مخصص للطوارئ للحيوانات؟ مفيش مكان. لا لا لا، احنا بنبعت الكلاب دي عند سن معين كده بنبعتها للمؤسسات في مصر بتكمل حياتها هناك. لان هو الحيوان لما بيقعد في بيت اربع خمس شهور استحاله يعرف يتعايش في الشارع تاني. خلاص ما بقى خلاص. الموضوع بقى صعب. وبرضه وضح للناس فكره ان فكره الحيوان اللي في الشارع مش كنوع، مش الحاجه البلدي في الشارع والشرازي والانواع في البيت، لا الحيوان على ما اتربى. يعني انت لو جبت قط بلدي وربيته في البيت بعد ست سبع اشهر وحطيته في الشارع برضه هيموت، مش هيعرف يعيش. مش عشان هو بلدي يبقى مكانه الشارع، لا طبعا. هي الفكره في المكان اللي اتربى فيه. الحيوانات دي بعد ما تتعود على البيت والقعده في البيت، من ضمن الحاجات اللي احنا اللي بناخدها عندنا الحالات اللي اصحابها بيستغنوا عنها، بيرموها في الشارع، بيصرفوها في الشارع، وهي متربيه في البيت طول عمرها ما بتعرفش تتعايش. بعد فتره معينه بنلاقيها منهكه وتعبانه جدا وحزينه. يعني القط ده حزينه واصحابه رموه في الشارع. ليه بقى؟ اصحابه رموه في الشارع جاي لسه يعني مش هو اصلا كان عندي ناس، كان عندي ناس ورموه في الشارع، فهو جاي لسه مش قادر يتاقلم. يعني حتى تلاقيه قاعد على جنب، هتلاقي قطط بنلاقيها مثلا في حاله تعبانه جدا. يعني القط دوت مثلا على كده، بص احنا لقيناه في الشارع بعد ما بقت حالته عامله ازاي، يعني بيبقى متبهدل جدا. بناخده بقى بنتعامل معاه ونعالجه ونظبطه. بنجيب الحالات التعبانه، الحاجات العاميه. عندي حوالي 15 او 16 قطه عاميه ما بتشوفش خالص، بنلاقيها في الشارع مش شايفه.
مش شايف اصلا ما ماشي خالص. فده يعني دي من اولويات الحالات اللي احنا بنجيبها القطط او الكلاب العمية اللي ما بنشوفش. بس فهي دي الفكره بتاعتنا يعني احنا بتقوم على كده. والناس اللي شايفه ان احنا ده عمل هو مش عمل ترفيهي هو عمل انساني عمل انساني فعلا الناس يعني عمل شايفه في خناقه دلوقتي شفت الناس اللي شايفه ان احنا مثلا لا كان اولى ان احنا نوجه مجهودنا وفلوسنا والشقه للاطفال اللي في الشوارع او الحاجات اللي زي كده بنقول لهم طبعا مفيش وجه مقارنه باللي انتوا بتقولوه ده واللي احنا عاملينه مش وجه مقارنه خالص. الاطفال اللي في الشوارع دول مش قصتنا احنا خالص كمجتمع بدني ده مسؤوليه دوله ومسؤوليه مؤسسات كبيره مش بالظبط مش هجيب انا شقه وكل واحد بيبص للخدمه من زاويته مش هجيب شقه زي كده والف في الشارع الم الاطفال اللي في الشارع بالظبط فيها فيعني يا ريت المقارنه تبقى موضوعيه يعني بالظبط. وفي الاخر احنا بنعمل حاجه يعني حضرتك لما انا الاقي قطه او كلب عربيه خبطاه واجيبه واعالجه ما تهيأليش ان ده يعني يضايق الناس في حاجه يعني مش عارف في ناس لا بالعكس في ناس بتخش تكتب كومنتات فيها استخفاف وفيها يعني مستغربه جدا ومتضايقه جدا من ان احنا بنعمله دوت وانت روح وجه مجهودك يا عم احنا حرين احنا بنعمل خير بالطريقه اللي احنا شايفينها. في الاخر احنا بنعمل عمل يعني اعتقد ان ربنا ان شاء الله يجازينا عنه يعني احنا ما بنعملش يعني هدفك من بالظبط يعني لسه عايز اقول لك الهدف من الموضوع اولا ما فيش حد مؤذي من الحوار احنا يعني ما فيش ربح عندنا احنا احيانا بنلاقي حاجات ليها قيمه ماديه في ناس بتقترح علينا ان احنا نبيعها ونصرف على المكان بنرفض مبدا التجاره والجهل مش يعني ما دخلش القصه دي معانا الموضوع كله اولا واخيرا هدفه تماما ان احنا حتى لما قطط عندنا بتولد او كده احنا طبعا بنعمل عمليات تعقيم عشان خاطر نقلل من يعني كمان فينا عمليات بتتعمل ليهم كمان وانت من شويه قلت لي في محاليل شفت هتلاقي اماكن للعزل بالظبط انا مش بجيب القطط ارميها هنا وخلاص واللي عيان يعدي السرير بالظبط لا في اماكن دي منظومه يعني دي منظومه احنا عندنا اماكن عزل القطه العيانه بتتعزل القطه المتعوره بتتعزل لحد ما تخف القطه اللي جايه جديده بتتعزل لحد ما تشوف هي سليمه ولا بالظبط ما تعديش يعني ما هو الا في الاخر لو انتشر فيروس او مرض في المكان هيقدرني انا بالظبط مش هيصدني هيبهدلني انا لان انا مش هشوف الحاجه تعبانه واسيبها انا اعالج واصرف وكده بالظبط لحد ما تخش بقى مع السليم. انا عندي جوه اماكن لعزل القطط شفناها بطل استخدمها هستأذنك بس لحظه اتفضل زي ما حضراتكم شايفين الاستاذ هاني مخصص منزله لتربيه القطط والكلاب يمكن لاول مره نشوف الموضوع ده في اسماعيليه عندي القطه دي واخواتها امها ولدت في بيت حد يعني برضو الناس انا بطالب الناس يعني من خلال منصه ابو بيه ميديا ان اللي بيربي قطه لو في وقت من الاوقات خد قرار انه مش عايزها ما يهمهاش يتقل فيها يشوف حد ياخدها بالظبط انما القطه دي واخواتها وامها ام يعني قطه ولدت في بيت اربع اطفال قاموا بعد حوالي شهر من الولاده قاموا رامينها باطفالها في الشارع. طب انا لو مش قد بعد اربع ايام بعد ما فيش اطفال صغير يعني طبعا لقيتهم صغيرين مع امهم هم الحمد لله هم كبروا عندي دي واخواتها دي واحده منهم يعني. فهي يعني قبل ما حد ياخد قرار انه يربي قطه او كلب يدرس القرار كويس بالظبط ويسال الناس اللي ربت ويشوف بالزبط. ايه سلبياته ويشوف هو هيبقى محتاج منه ايه ومحتاج تطعيمات ايه ومحتاج عياده ايه والقطط والكلاب زيها زي البني ادمين بيعيوا بالظبط بالظبط مش لما حضرتك تربي قطه ما كانش في كليه طب بيطري يعني مش لما حضرتك تربي قطه او كلب والقطه والكلب يعي ترميه في الشارع الناس بتعمل كده يا استاذ محمد الناس القطه والكلب هم سلالم حلوين اول ما يبتدي يعي ومحتاج دكتور يمي. بيروح يرميه قدام العياده ويمشي فانت لو انت مش قد المسؤوليه ما تربيش من الاول حيوان بالظبط في الاخر روح مسؤوله منك ربنا هيحاسبك بالظبط بالظبط سيبه للناس المتخصصه في الموضوع كتير. اللي بطالب بيه الناس ان انت ممكن ما تحبش الحيوانات ممكن ما تحبش الكلاب ما تحبش القطط انت حر بس ما تاذيهمش بالظبط احنا بنشوف ناس من غير مناسبه كده هو ماشي في الشارع بيوطي يجيب طوبه ويضرب كلب انا واقف ومراقب الموقف الكلب اللي قرب منه اللي عمل له حاجه واختلاق بقى مواضيع واختلاق حوارات عشان يبرروا بيها الافعال دي يقول لك عضني عض ده عمل ده هجم والله العظيم احنا فعلا
يعني انا اوقات كتير بشوف يعني الحيوان في حاله ولا حد بيضرب في طوله بيجري وراه. احنا عايزين نقول للناس احنا مش طالبين منك تحب الكلب وتروح تاخده في حضنك، خليه في حاله، طالبين منك سيبه في حاله مش عارفين بالظبط. يعني انت كونك ما بتحبوش ما تاخدوش تربيه في بيتك بالظبط، انما سيبه في حاله لان هو في الشارع دي بيئته ربنا خلقه فيها وخلقه لسبب. هو الكلب ده موجود في الشارع وهي دايره التوازن بيئي موجوده. الكلب ده بيحميك من حاجات ثانيه، القطط بتحميك من حاجات ثانيه، من فئران، من حشرات. ربنا خالق الكون دوت، انت جوه بيتك ما تربيش اللي انت عايزه. ده الرساله اللي انا عايز اوصلها للناس. ما تربيش حيوان انت شايف ان الكلب دوت ما بتحبوش، شايف ان القطه حاجه مقرفه ما بتحبهاش، انت ما تربهاش. انما اذيه الناس للحيوانات في الشوارع بقت مبالغ فيها بالظبط. علشان كده احنا قدمنا اقتراح لهيئه الطب البيطري في اسماعيليه ان احنا نعمل مشروع تعقيم للكلاب والاناث عشان خاطر نقلل عمليه التناسل شويه. ممكن تكنسل عليها نقلل عمليه التناسل في الحيوانات شويه، بحيث ان المنطقه مثلا اللي فيها 50 كلب السنه دي، السنه الجايه بدل ما يبقوا 90 يبقوا 70. نحاول ان احنا على اللونج ران شويه نعالج المشكله بدل ما بيضطروا ان هم ينزلوا يعملوا حملات ويسموا الكلاب في الشارع. اه بالظبط. اه طبعا وبيستخدموا سم محرم وسم ما ينفعش يستخدموه. والمشكله ما بتتحلش، يعني بقالهم سنين يعالجوا المشكله بنفس يعني انا بنزل اسم 10 كلاب ما عالجتش المشكله. انا عالج المشكله علميا زي ما كل دول العالم بتعمل، ان انا بعمل عمليات تعقيم بحيث ان انا اقلل التناسل في الحيوانات، فالحيوانات اللي موجوده في الشارع تقل. ايوه بس فاحنا بنحاول ان احنا ننشر الثقافه ديت، ونحاول ان احنا نعالج الموضوع ان الناس بتتاذى من الكلاب. مفيش مشكله انتوا ما بتحبوش يبقى الكلاب حواليكوا كتير، بس مش العلاج ان انا اسمهم، العلاج ان انا اتعامل بشكل علمي. وقدمنا الاقتراح دوت. مديريه الطب البيطري ما عندهمش استعداد يغيروا الفكر بتاعهم. هو بيجي لهم علبه الاستريكتين اللي هو السم اللي بيجي لهم دوت، العلبه ب 20,000 جنيه بينزلوا يسموا بيه عدد معين من الكلاب. احنا لو ال 20,000 جنيه دول استخدمناهم صح هنستفيد احسن. بس هو للاسف فكره ان انا اطور من اسلوبي او اطور، انا احطها مع تمام، فكره ان انا اطور من الاسلوب بتاعي دي للاسف هم مش مستعدين ليها. يعني حاولنا الحقيقه ان احنا نوصل لحل معاهم، بس احنا لقينا ان هم مصرين على نفس الايه الافكار يعني. تمام. بس ده باختصار الموضوع، وانا عارف الناس هتفكر ازاي. لا في ناس والله كتير جدا يعني بتقول لك يعني في ناس تقول لك انت راجل محترم. مسبقا على الناس اللي في ناس كتير انا عارف من غير ما اقرا هتقول لي يا عم روح شوف الناس الغلابه اللي مش لاقيه تاكل. الطبيعي ان انت هتلاقي ناس كده وناس كده، ما فيش حد بيتفق. الناس ما بتتفق. اه بالظبط. احنا بنعمل حاجه بالظبط، مفيش وجه مقارنه خالص. بالزبط. الحيوان من حقه دي روح، من حقها انها تتعالج وتاكل وتشرب. أوه. زيك زي اي حد من بالزبط. حقه يتعالج وياكل ويشرب. بالظبط. الانسان مكرم والانسان ده في حته ثانيه، ما تقارنش البني ادم بالحيوان. احنا بنعمل حاجه احنا شايفين انها مفيده. تمام. وبنفرح لما نلاقي حاله خلاص بتموت وتعبانه جدا وحالتها صعبه جدا، بناخدها وبنبذل مجهود معاها ونعالجها، وبعد كده ياخدها ناس كويسه تتبناها ونشوف حياتها اتنقلت من فين لفين. احنا بنفرح بكده. بالظبط. يعني اكيد كل واحد فينا عنده هوايه ممكن تبقى مش الناس اللي حواليه شايفاها مش انت بتشرب سجاير بتضر نفسك. بالظبط. بالك فلما يعني ما بتقبلش ان حد يقول لك انت بتعمل، كل واحد الـ الـ الهدف كل واحد بيعمل كل حاجه صح. بالظبط. الهدف ان الموضوع كله انساني. الهدف انساني. احنا الهدف انساني. ولا احنا مثلا بنستغل الحيوانات ديت عشان نلم تبرعات مثلا وناخد فلوس بقى. لا احنا في ناس كتير بتساعدنا لان المصاريف كتيره بقى، ناكل ونعالج ده اكتر من 120 حيوان. عشان ناكل ونعالج ونعمل عمليات وندفع وتنظيف المكان ورعايه المكان. المكان لو حضرتك المكان دوت ما تنضفش مرتين في اليوم ما تعرفش تقف فيه. بالظبط. ده لو بيت فيه 5 اطفال. بالظبط. لو طفل واحد صح، ست البيت بعد ما تنضف بساحه تهدى. احنا وسط قطط وكلاب. بالظبط. فلو احنا مش هتعرف تقف في المكان وهو نضيف كده هيحصل شكوى من الجيران، هيحصل بالظبط. دي كلها ده مسؤوليه. بالظبط. احنا يعني ايه بنحاول ان احنا نبقى قدها يعني. شكرا ليك يا استاذ هاني، تعبناك معانا والله. يعني تجربه جديده جدا ومميزه. زي ما شفتوا حضراتكم احنا كنا بنوصل لحضراتكم على منصه ابو كبير ميديا
اكتر من 120 كلب وقطة في المكان، ملجأ مخصص ليهم لتربيتهم وعلاجهم ايضا في المكان. يمكن ده اول مكان نشوفه في الاسماعيلية بهذا الشكل. بشكر حضراتكم وبشكر متابعتكم لنا على منصة ابو كبير ميديا. كنا بنتابع حضراتكم من محافظة الاسماعيلية. شكرا لحضراتكم وشكرا لمتابعتكم.